مرحبا بكم. القهوة والقرفة والثوم والأسبرين كلها مواد موجودة في بيوتنا، لكن هل كنت تعلم أنها تستعمل للنباتات كأسمدة ومبيدات وهرمونات طبيعية، وأن مفعولها قوي على النبات بحيث ستلاحظ بسرعة نمو رهيب للنبات واختفاء تام للحشرات والفطريات ومشاكل النبات؟ بدون إطالة نبدأ بهذه. هذه ملعقة قرفة أو دارسين، هل تعلم أنها ستغنيك عن شراء الأسمدة والمبيدات الكيميائية الغالية الثمن؟ استمع جيدا، إليك ثلاثة أهم فوائد للقرفة للنباتات. إذا كنت تعاني من الحشرات والنمل، فالقرفة طارد طبيعي للحشرات. نأخذ ملعقة صغيرة قرفة، نضعها في كأس ماء، نحرك جيدا ونتركها 24 ساعة. بعدها نخففها في لتر ماء ونسقي به نباتاتنا. التربة القديمة لا تتخلص منها، اتركها في الشمس 24 ساعة. أضف إليها القليل من القرفة وأعد استعمالها. القرفة مطهر طبيعي وطاردة للفطريات. القرفة محفزة لنمو الجذور وتغذي النبات وتحسن نموه. إذن الدارسين ليس فقط مبيد طبيعي، بل أيضا سماد ومغذي قوي وفعال يقوي نبتتك. هذا الرأس من الثوم مفعوله سحري وسيخلصك من الحشرات المزعجة التي تهاجم نباتاتك. استخدم الثوم أو دقيق الثوم. الطريقة: نأخذ رأس ثوم، نزيل القشرة الخارجية، نرقعه في لتر ماء، نتركه لمدة 24 ساعة حتى يتجانس الثوم ويطلق مركبات الكبريت النفاذة. كلما طالت مدة النقع كان المفعول أقوى. استعمل المصفاة وصفي المحلول، أحضر بخاخة واملأها بهذا المبيد الطبيعي القوي والفعال، ورش أوراق نبتتك، وسيكون الأمر رائعا لو أضفت فقط قطرة واحدة من صابون غسل الأواني. رش نبتتك المصابة مرة كل 5 أيام حتى زوال الإصابة. إذا كانت النبتة سليمة، استعمل هذا المحلول كإجراء وقائي مرة كل 15 يوما، وقل وداعا للحشرات. مرحبا بكم. هذه قهوة، بل بقايا قهوة، هي الآن جافة وليست رطبة. جففتها في الشمس وأصبحت هكذا مثل الرمل، والآن أسمد بها نباتاتي. القهوة غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها النبات. أول نصيحة: لا تستعمل بقايا القهوة وهي رطبة، بل جفف بقايا القهوة في الشمس. أول طريقة هي خلطها مع التربة. ثاني طريقة هي إضافتها للتربة التي نزرع فيها. إذا كان الأصيص به نمل، نرش عليه القهوة وستطرده. يمكنك نقع القهوة في الماء لمدة 24 ساعة ونسقي به بعد ذلك نباتاتنا. القهوة تحفظ حامضية التربة، تطرد النمل، تزود التربة بالنيتروجين فوسفور بوتاسيوم والكالسيوم. مرحبا بكم. نبتتك بها حشرات وفطريات، هذا هو الحل. تريد إنجاح زراعة البذور، هذا هو الحل. تعاني من إسفرار أوراق النبات، هذا هو الحل. تريد الحفاظ على أزهار القطف في المزهرية لمدة طويلة، هذا هو الحل. إنه الأسبرين. نأخذ نصف قرص أسبرين، نضعه في بخاخة بها لتر ماء، نرش أوراق النباتات كلها وبدون استثناء. العقل نرقعها في ماء وأسبرين فتزيد فرص نجاح تجديرها. البذور نتركها في مسحوق الأسبرين فيطهرها، ونضمن نجاح إنباتها بنسبة كبيرة. هذه الكمية الصغيرة من الأسبرين المسحوق عند إضافتها للمزهرية ستتمتع بالأزهار لفترة طويلة. من اليوم فصاعدا استعمل الأسبرين لنباتاتك وستبهرك النتيجة. أما هذا المقطع فلا بد أن تشاهده كاملا. هذه مسامير، هل تعلم فائدتها والدور الكبير الذي تلعبه في حماية نبتتك؟ شاهد بنفسك. نأخذ كمية من الماء النقي، نضيف إليه حفنة من المسامير، نترك المسامير في الماء. بعد مرور 6 ساعات ستجد الماء أصبح هكذا، ومبروك عليك سماد الحديد بالمجان. يؤسفني أن أخبركم بأن المعلومة خاطئة، وهذا مجرد صدأ، يعني أكسيد الحديد الذي يضر النبات ولا ينفعه. إذا كانت نبتتك في حاجة للحديد ستعطيك إشارة، وهي إصفرار الورقة مع بقاء العروق خضراء. هنا ستتجه حالا وفورا للصيدلية الزراعية واطلب منه سماد الحديد المخلبي أو شيلات الحديد، واستعملها بأمان لنباتاتك، لأن النبات يمتص فقط الحديد في صورته المخلبية. أما المسامير وسلك المواعين فمجرد أقاويل. اشترك الآن.